هل يستطيع الأهلي أن يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا في المغرب؟ الإجابة نعم. هل يستطيع الأهلي أن يتفوق ويفوز على الوداد المغربي على أرضه وسط جمهوره يوم الأحد في نهائي دوري الأبطال أو في مباراة العودة؟ والإجابة أيضا نعم. طب الكلام ده مبني على إيه؟ مبني على تاريخ، ومبني على حقائق، ومبني على أرقام. تاريخ بيقول أنه الأهلي في أوقات كتير جدا في مباراة الذهاب لعبها هنا على أرضه ما حققش نتيجة إيجابية، وقدر أن هو يحسم اللقب ده في الخارج على كبار القارة، مرة على حساب الترجي التونسي، مرة على حساب الصفاقيس التونسي، بل انه قدر ان هو يتفوق على فريق الوداد نفسه على ملعبه وفوز جمهوره مرتين، والاثنين كانوا في دوري الابطال. ايه اللي يمنع انها تتكرر، وخصوصا انك انت رايح بافضليه في النتيجه وافضليه معنويه، لان عندك فرص كتيره جدا لحسم اللقب لصالحك يوم الحد القادم. لكن ده ما يمنعش انه في اسئله كتيره جدا بين السطور ننتظر اجابتها من نجم كبير بيشرفنا النهارده في سادسه، كابتن خالد جدالله. كابتن خالد مساء الخير. مساء الخير يا احمد، تحياتي ليك. اقول لك مبروك مؤقتا لغايه ان شاء الله ما نقول المبروك الاهم والاكبر بالفوز والتتويج ان شاء الله بلقب دوري الابطال. طبعا مبروك على كل جماهير النادي الاهلي والجهاز الفني والاداري ومجلس الاداره على الفوز بتاع اول امبارح، وده فوز منطقي وطبيعي. كنا نتمنى ان النتيجه تكون اكتر من كده، ولكن احنا بنلعب فاينل افريقيا مع فرقه ليها تاريخ وليها شخصيه، وبطل النسخه اللي فاتت اللي هو فريق الوداد فريق قوي، فمن الطبيعي ان الماتش لو طلع 2-1 ده طبيعي بالنسبه لي، وان الماتش اللي جاي باذن الله لو ربنا كرمنا وكسبنا ده طبيعي برضو بالنسبه لي. فهو مفيش قلق، احنا كسبنا الماتش اللي فات، اهم حاجه ازاي نحضر نفسنا ونحضر لعبتنا للماتش اللي جاي يوم الاحد باذن الله. طيب خليني ابدا من هنا. الفوارق اللي ظهرت بين الفرقتين واللي ترجمتها ارقام المباراه، هل بتشوفها نتيجه مباشره للفوارق الفنيه وفوارق في الامكانيات اللي بين الفرقتين، ولا كان للارض من الملعب يعني والجمهور السبب الرئيسي في ده؟ لا طبعا جمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد في كل المباريات اللي هي يعني بتجيب لنا بطولات، وجمهور مثالي، اعداد غفيره، بيشجع بشكل هايل. ولكن نيجي نتكلم في حتة تانية في الفروقات الفنية. الفروقات الفنية ما بيننا وما بين فرقة الوداد، لا في مصلحتنا احنا. الفرق ما بين فرقتنا وما بين فرقة الوداد الحلول الفردية اللي عند اللعيبة عندنا أكتر كتير جدا من فرقة الوداد. فرقة الوداد الحلول الفردية للعيبة قليلة، هم بيلعبوا بشكل جماعي. ما عندهمش نجم واحد، النجم هو الفريق. بينفذوا النواحي الدفاعية بشكل كويس جدا من ناحية التمركز ومن ناحية الارتداد السريع في نص ملعبهم بعد فقدان الكرة، بيعتمدوا على الكاونتر اتاك وعندهم شوية سرعات. في الماتش هناك خليني قبل ما اروح للماتش هناك اتكلم على الماتش هنا. لو قسمت الماتش هنا لجزئين، جزء هو الشوط الاول وجزء هو الشوط الثاني، هجد انه الاهلي تقريبا سيطر واستحوذ وعمل كل حاجه في الكوره في الشوط الاول، لدرجه اللي وصل فيها معدل استحواذه تقريبا ل 80 واكثر من 85%، صناعه فرص، خطوره على المرمى، فتره غاب فيها الوداد تمام. اختلف الشكل ده في الجزء الثاني من المباراه، في الشوط الثاني من المباراه، وبقى الى حد ما حسينا انه في نديه، حسينا انه الوداد تخلى عن الشكل الدفاعي اللي ظهر عليه في الشوط الاول وابتدى يبادل الاهلي الهجوم ووصل في كوره او في كورتين. من وجهه نظرك هل ده كان ليه اسبابه؟ هل شايف انه كان ليه اسباب في فكر مستر كولر انه الطريقه تتغير، ولا الوداد هو اللي فرض على الاهلي الاسلوب ده؟ لا كان ليه اسبابه. احنا الشوط الاولاني لغايه الدقيقه 65 من الشوط الثاني وان سايد جيم لمصلحه النادي الاهلي، تفوق في كل حاجه، تفوق لينا في جميع النواحي الفنيه جوه الملعب سواء دفاعيا او هجوميا. يمكن الرجاء خلال الشوط الاولاني كان ليهم فرصه واحده، الوداد كان ليهم فرصه وحيده اللي هو الانفراد اللي انقذه مصطفى شوبير. ومصطفى شوبير من احد المكاسب الكبيره جدا في هذا اللقاء. لغايه الدقيقه 65 زي ما بقول لك الاستحواذ بنسبه 82 او 85% لمصلحه النادي الاهلي، احنا متسيدين اللقاء، احرزنا هدف خلال الشوط الاولاني. الاهلي الاكبر الوداد على ده، ولا دي كانت خطه سفين فاندنبروك؟ يعني الراجل هو متفق معاهم او محفظهم ان احنا هنلعب قدام الاهلي زون تكتل هنحاول نمنعه، ولا الاهلي اكبر وداد على ده كابتن خالد؟ لا هم دي كانت طريقتهم خلال ال 45 دقيقه الاولى. هو كان عايز ما يجيش فيه جوان، عايز يطلع 0-0،
بأي بقى أداء وبأي عرض، هو ما يهموش إن هو يلعب بشكل كويس، هو يهمه إزاي إن يطلع خلال الشوط الأولاني 0-0. ربنا وفقنا وجبنا هدف قبل ما الشوط يخلص في الدقيقة 46 وتقدمنا بهدف. يمكن الهدف ده هو خلاهم يبتدوا يفكروا في إزاي يغيروا من طريقة اللعب بتاعتهم أو الأداء الهجومي بالذات بتاعهم. ولكن بالنسبة، أنا هقول لك سر على فرق شمال أفريقيا بالنسبة للمغرب وتونس والجزائر، دايما في الماتشات المصيرية دايما ما يبتدوش بحمية كبيرة جدا بحيث ان هم يجيبوك معاهم، يعني ما بيبتدوش بضغط عالي. وده اللي هتكلم فيه لما نيجي نتكلم على الماتش بتاع يوم الحد، ويمكن الكلام ده هيبقى عكس كلام ناس كتيرة. يعني ما يضغطش عليك من الاول، ما يلعبش بريتم عالي من الاول، لا بيهدي الدنيا بيهدي الدنيا عشان يهديك انت كمان معاه. وفي 10 دقايق او بريتمك خالص، وبعدين في ربع ساعه يفاجئك ويبتدي الريتم، تلاقي بقى كانك بتلعب فرقه ثانيه. فهم ده اللي عملوه خلال الشوط الاولاني، مهدين الدنيا خالص، بيدافعوا بس، ما لهمش اي تواجد، مش عايزين يعني ما لهمش تواجد هجومي عليه غير الفرصه اللي قلنا عليها عشان يطلعوا اول 45 دقيقه بدون اهداف. اكبر دليل على كلامي ده بعد ما احرزنا الهدف الثاني ابتدت فرقه الوداد تطلع. لا الشكل بتاعها يتغير، اكنك بتلاعب فرقه ثانيه. ابتدوا يهاجموا بكثافه، ظاهرين الجنب ابتدوا بيهاجموا بشكل قوي جدا، والهدف اللي جابوه من تقدم الظهير الايمن، هم عندهم ظاهرين على فكره كويسين جدا، من احسن اثنين في الفرقه، الباك ليفت يحيى عطيه الله والباك رايت حلمود تقريبا، الاثنين هايلين وبيدوهم في النواحي الهجوميه خطوره بشكل رهيب جدا، لازم يتعمل حسابهم في الماتش اللي هناك.